حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل الشهاده فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى